بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 139. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نواصل الحديث معكم في موضوع المواريث، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن كيفية توريث المفقود وتوريث من معه. والمفقود لغة اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده. والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله، فلا يدرى أحي هو أم ميت، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك. ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما، ولكل من الحالتين أحكام تخصها، أحكام بالنسبة لزوجته، وأحكام بالنسبة لإرثه، لإرثه من غيره وإرث غيره منه وإرث غيره معه، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر، كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه، تكون فرصة للبحث عنه والتحسس عن أخباره، ويكون مضي هذه المدة بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده. وبناء على ذلك اتفق العلماء رحمهم الله على ضرب تلك المدة، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين. القول الأول أنه يرجع في تقدير مدة انتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم، لأن الأصل حياته ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه، وهذا قول الجمهور، سواء كان المفقود يغلب عليه السلامة أو من الهلاك، وسواء فقد قبل 90 من عمره أو بعدها، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها. القول الثاني التفصيل، وذلك أن للمفقود حالتين: الحالة الأولى أن يكون الغالب عليه الهلاك، كمن يفقد في مهلكة أو بين الصفين في القتال أو في مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك البعض الآخر، أو يفقد بين أهله وفي بلده كان يخرج لصلاة ونحوها فلا يرجع، فهذا ينتظر 4 سنين منذ فقد، لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي. الحالة الثانية هي يكون الغالب على المفقود السلامة، كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره، فهذا ينتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه يرجع في تحديد انتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم، لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص، لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات حتى صار العالم كله متقارب الأرجاء كالبلد الواحد، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كثيرا. فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة على القولين، فإن لم يكن له وارث غير المفقود وقف جميع ماله إلى أن يتضح الأمر أو تمضي المدة، وإن كان له ورثة يرثونه غير المفقود فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال. القول الأول وهو قول أكثر العلماء أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر، فيعطى كل منهم إرثه المتيقن ويوقف الباقي، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ثم تقسم على اعتباره ميتا، فمن كان يرث في المسألتين متفاضلا فإنه يعطى الأنقص من نصيبيه، ومن يرث فيهما متساويا فإنه يعطى نصيبه كاملا، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط فإنه لا يعطى شيئا، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود. القول الثاني أن المسألة تقسم على تقدير موت المفقود فقط،
على الموجودين من الورثة، ولا يوقف للمفقود شيء، فإن تبين أنه حي بعد موت مورثه نقض هذا الحكم. والقول الثالث أنها تقسم المسألة على تقدير حياة المفقود فقط، لأن الأصل حياته، فإن ظهر أنه ميت قبل موت مورثه فإنه ينقض هذا الحكم. والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو قسمة المسألة على الاعتبارين، لأنه أحوط وأضمن لحق المفقود وحق غيره. هذا حاصل البحث في موضوع توريث المفقود من غيره. أما توريث غيره منه فإنه إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يحكم بموته ويقسم ماله، ويقسم ماله الخاص والمال الذي وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته دون من مات منهم في مدة الانتظار، لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخراً عن وفاة من مات في مدة الانتظار. ومن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.